انا ما مقاطعش لاقاش اخويا مقاطعه ما مقاطعش اخويا انا دابا واخا حيدو ما هو زين ديك الفلوس راه ما غيعطيهمش ليه اللهم يخسرهم ياخذوهم هما ما يعطيهمش ليه انا اجي نجي وشد بلاد مدوز الباك ناجي في الباك خصو يزها ما كاينش مقاطعه دابا واخا حيدو ما هو زين راه ما غيعطوكش فلوس اللهم يخسرهم هنا ما نستافدوش حنا لك اخويا علاش مقاطع حيت هاد الفلوس هادي حنا ماشي جايين هنا نتفرجوا لك حنا هي دايزين حيت هاد الفلوس هادي اللي تخسر في هاد الشيء كاينه ناس تتعذب وكاينه ناس صحا من بلان فهمتيني هاد الفلوس الناس في اوروبا هاد الفلوس ما يمكنش يجيب لهم مغني بحال فريش مونتانا ولا شي حاجه خصو يخلص الفلوس عاد باش يجيبوا ليه بحال هاد المغني هذا واش فهمتيني شنقول لك اجواء مزيانه الحمد لله ما كاين لا صداع لا مشاكل كلشي مزيان هاد الرزق اللي تيعطيو ماشي ديال الشعب فهمتي تزيدوا عليك 20 درهم من الدار الشركات يخدموا البطاله اسمح لي 20 درهم 10 درهم من الدار في الموت حومة بحال هكا علاش غنقاطعوا حيت ماشي الدوله اللي موله شركات اخرين اللي مولين وحنا ما غادي نستافدوا والو الا قاطعنا مالو ما يدوروا معانا داكشي اللي كاين حنا جايين غير نشطوا صافي والله الاجواء جيده والله جاي انا يعني من السعوديه والاجواء ان شاء الله تستمر هكا ان شاء الله والله ان شاء الله يخلينا الله مولانا محمد السادس ان شاء الله هذا مهرجان نولفنا كل عام حنايا كنجيو كنفوجوا فيه وكنحيدوا ديك القنطه ديال الدار وديال الروتين وديال الاعمال هادشي اللي كاين اما مقاطعه انت علاقه مع السياسه فهمتي ولا لا يعني غير الناس غالطه ولكن لا بلي باغ الناس هما كاينين دور شوف الناس كاملين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتطور السعوديه ان شاء الله تصير بحال هكا ان شاء الله كل واحد كون طنطينه كدير سميتو انا ما نقدرش ندخل في داك الشيء والحمد لله جينا نتفرجوا فهمتي ساعه بساعه بنادم تيدوز ساعه وصافي حنا هذاك الشيء ما غاديش نعرف انا نقول لك علاش ما جاوش ولا علاش اما هذا اللي بان لي انا زعما هذا هو